يا سلام، اقسم بالله سلطنة. عارفين يا اولاد ايه احلى اكلة في العالم؟ السوشي طبعا. ايه؟ السوشي طبعا. وانت شفته فين انت يا كلب البحر السوشي ده؟ ما يا عمو احلى اكلة في العالم الاكلة اللي الواحد لسه ما اكلهاش، معروفة دي. معلش يا هنيدي، هو ما يعرفش؟ لو يعرف ما كانش قال الكلام ده. يهبل، السوشي ده شوية رز مسلوق وملفوف في طحالب مهرية ومحشي سمك ناي كمان ومتلج. وانت شفته فين ده بقى ان شاء الله؟ البت امي عزمتني عليه في مرة. البنات ما بيحلقهاش الخروج اللي من دول غير في مكانين، ياكلوا سوشي يا حفلة حمائي. خلاص بلاها السوشي، يبقى أحلى أكلة في العالم هي حمائي. قوم يلا من هنا، قوم فز. انتوا هتطفحونا اللقمة ولا ايه؟ ما انت يا جدو اللي مولع الدنيا. ها ايه يا سيدي أحلى أكلة في العالم من وجهة نظر حضرتك؟ خلينا نخلص والنبي. العيش البلدي الطازة السخن، نجيب الرغيف وترمي فيه قرص طعمية بالسمسم سخن ومقرمش والكزبرة الناشفة على وشه لونها دهبي كده، وتروح رامي جوه الرغيف شوية ملح وشوية شطة، تاكل وتبلع بخمسين شاي بالنعناع. هيه، مش عايز واحدة تعمل لك مساج وانت بتاكل كمان؟ ايه يعني، تتقطع لك صوابعك، ترجليش لك السمانة، تهوي لك على ودانك. سندوتش طعمية ده ولا مش سندوتش طعمية؟ انت برضو اسمح لي يعني يا جدو، راجل اوفر شوية. مصر بتنتج 80 مليون قرص طعمية في اليوم، لو المصريين هياكلوا سندوتش طعمية بالسهوكة دي كانت البلد ضاعت. انتوا اللي بتاكلوا زي البهايم، وهي الطعمية خلصت كمان، اطلبوا لنا شوية تانين. الو الو، النبراوي؟ اؤمر. كنت عايز اعمل يعني اوردر باسم السوبر هنيدي لو سمحت. سوبر ايه؟ سوبر الحق يا معلم، سوبر هنيدي اهو على التليفون. الحق يا معلم، الحقنا يا سوبر هنيدي. ده سوبر هنيدي، خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه؟ دول خلي طالع منك ده، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذين يا صغير. ده انا قالب عليك الدنيا بقالي يومين. خير حضرتك، احنا تحت امرك. بجد؟ وهو احنا هنتأخر برضو عن اكبر محل بيأكل مصر طعمية؟ اهي المشكلة في موضوع الطعمية دي، انا هحكي لكم. انا قلت اخد محل جنب الاهرام وابو الهول عشان اكل السياح اللي بيقولنا طعمية يحلفوا بيها لما يرجعوا بلادهم. اشتريت بيت قديم قريب من هناك، ابتديت اهد في البيت عشان ابني مطعم سياحي عليه القيمة. واحد من العمال وهو بيحفر لقى صندوق جابهولي، كان فاكر ان فيه كنز. فتحت الصندوق لقيت فيه حاجة مدورة ناشفة كده وبردية. جبت خبير يشوف لي ايه اللي مكتوب ده، وكانت المفاجأة، اللي كان في العلبة ده طلع على حظي أول قرص طعمية في العالم. أول قرص طعمية في العالم؟ هم الفراعنة عرفوا الطعمية؟ ما هو ده اللي اكتشفناه، واكتشفنا من البردية إن اللي عمله اسمه إلتا بعي رع، ودفن القرص ده مع الوصفة اللي اكتشفها لعمل الطعمية. وبيقول في البردية إنهم كانوا مسمينها فلا فول، فلا يعني عجينة، والفول معروف طبعا. يا ولادي اللذينة، ده الفراعنة دول طلعوا جامدين في كل حاجة.
بس شكل أحفادهم خايبين. ليه بس بتقول كده يا جدو؟ علشان الحج شكله عمل مصيبة بالاكتشاف ده. اتفضل كمل. استروا علي، استروا علي وساعدوني. نيلت ايه طيب؟ احكيلنا. ما لحقتش انيل حاجة. انا لميت شوية الموظفين اللي عندي اللي بثق فيهم واخدت رأيهم. قالوا نبلغ الاثار بشرط نعمل مهرجان عالمي للاكتشاف ده، الناس تجيله من كل مكان. قلت لهم طيب خلوه سر لحد ما اروح بكرة اسلم القرص والبردية واتفق على فكرة المهرجان دي. طبعا الباقي معروف، جه بكرة ما لقيتش لا القرص ولا البردية. مش بس كده، كمان لقيت موظف من عندي مختفي، مش عارفين راح فين. اكيد اكل القرص ونزلت عليه لعنة الفراعنة واتبخر في الهوا. وهو قرص الطعمية ينفع يتاكل بردك بعد 7000 سنة؟ ده يدوبك يطلع من الزيت تزرفه فوقك على طول. الطعمية تتاكل في اي وقت. طب طلباتك ايه بقى يا حاج نبراوي؟ تجيب الحاجة اللي ضاعت من غير شوشرة. انا ممكن اروح في داهية وهيفتكروني بتاجر في الاثار، ولقيت اول قرص طعمية في العالم وطرمخت عليه. اكيد الواد اللي اختفى هو اللي لطش وباعه. الواد اللي اختفى من عندك اسمه ايه؟ اسمه البغل. اهلا يا سوبر هنيدي. معلش ممكن نتعرف؟ انا الجحش اخو البغل. ما شاء الله. وبالنسبه للبطريق اللي قاعد ده، يعني ايه بطريق؟ جحش وبغل المفروض تبقى عارف يعني بقيه العيله بتاعتكم. مين اللي قاعده دي يا عم؟ دم يا هنيدي، ام يا جدع، مش عارف ام البغل يا هنيدي؟ على اساس انها ام كلثوم يعني. ام كلثوم فكرتوني. افتح يا واد الراديو، زمان حفلة الست هتبتدي وهات حاجة لحضرة اليوسباشي يشربها. اجيب لك شوية مغات. اوبا، ده احنا ليلتنا فل. معلش بالراحة عليها شوية عشان دماغها بعافية شويتين. السخان الكهرباء وقع على دماغها وهي بتحميني من يومين. وانت امك بتحميك لحد دلوقتي وانت جحش كده؟ بذمتك يا سوبر هنيدي، في حد بيعرف يحمي زي حموم الام؟ اهدي اول جمله عليها القيمه اسمحها من ساعه ما دخلت الزريبه دي. ابنك البغل فين يا حاجه؟ البغل زمانه جاي يا حبيبي. هو بس خد قرش ساغ عشان يشتري لنا شويه فاكهه. اصل انا طبخه قلقاس النهارده على كوارع عجالي. والقلقاس يحب بعده الموز المغربي ابو نقطه ده. اديته القرش هيروح سوق رود الفرج بالسوارس وزمانه على وصول. يا ماما حرام عليك اللي بتعملي فينا وفي نفسك ده. يا ماما ده مش موسم القلقاس خالص. مش موسم القلقاس. مش موسم القلقاس. يعني القلقاس هو اللي زعلك على امك من وسط كل كلامها ده؟ انت يا واد يا جحش، مين ده يا واد؟ انت فاكراني يا امه؟ الحمد لله. اوعى رجلي، انت مين؟ رجلي؟ انا شكلي بضيع وقتي هنا. عن اذنكم سلام. يا ابني استنى، اتغدى معانا، ده القلقاس بتاعي هيعجبك، ده انا عاملاه على كوارع عجالي. ماليش فيه والله، ده غير ان ده مش موسم القلقاس. عن اذنكم. تفتكر صدق الحركتين بتوعنا دول؟ شربهم تمام التمام يا ماما. طب يلا نجيب طلبات البغل ونروح له على الشقة. يا رب بس يكون سمع الكلام ومهوبش برا المكان اللي هو فيه لحد ما نشوف له صرفة. يلا يا مامي. ايه رأيك في لون شعري الجديد يا واد يا جحش؟ مامي انت طول عمرك عارفة رأيي فيكي، انت خارج المنافسة يا بيبي.
ده سوق بار هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه الدخان اللي طالع منك ده؟ انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينه يا صغير. خد دي بقى جون جون اهو. تعال شوف الجون ده يا جدو. جدو قوم شوفوا ليكون مات وهو متشعبط كده. انت لسه عايش يابا؟ ايه ايه في ايه مالك؟ عايز ايه؟ مالك يا جدو سرحان في ايه في الشباك بقالك ساعة يا خلبوس؟ سرحان في الشغلانة بتاعت النهاردة. مش قادر افهم ازاي الفراعنة وصلوا للطعمية من زمان كده. يا جدو الفراعنة دول وصلوا لكل حاجة بدري بدري. احنا لو فتشنا بجد هتلاقي في توابيت الاطفال بتاعت الفراعنة دراعات بتاعت بلاي ستيشن معمولة من الحجر الجيري. ده فيه ملك بنى معبد وعمل فيه خرم في الحيطة. الخرم ده تدخل منه أشعة الشمس جوه المعبد وتيجي على وش تمثال الملك مرتين في السنة، مرة في عيد ميلاده ومرة في عيد الأضحى. أضحى إيه يا أهبل؟ هو كان فيه على أيامهم أضحى؟ متهيالي آه. ده نص حيطان المعابد بتاعتهم مرسوم عليها جديان وخرفان ومعيز وجواميس وبقر زيكم كمان. طبعا الفراعنة جامدين، بس بفكر في اللحظة اللي اكتشفوا فيها الطعمية جت في بالهم ازاي. يا رع العيال زمانها قربت تخلص مجموعة النحت في المعبد القبلي. هيجوا البيت مش هيلاقوا ذرة شعير واحدة ولا حتى بق جاعه يبلوا ريقهم بيه. رمسيس التالت يا رع مخلص علينا أول بأول. أنا هخرج ألقط رزقي ورزق العيال من أي حتة، بس انت زبطني وساعدني يا رع. أنا ما بقاش حلت غير المعزة دي، مستنيها تكبر عشان أقدمها لك قربان. ساعدني بقى يا أخي. كل ده فول يا رمسيس، زارع البلد كلها فول، هتعمل بيه إيه لوحدك؟ وفي ناس مش لاقية شقة فول على بعضها. وانا بكلم مين؟ بعدين استنى، هو يعني رمسيس عادد الفول بتاعه؟ يعني لو اخدت شوية منهم هيحس بحاجة؟ ابدا. سامحني يا رمسيس، سامحني يا رحم، ما عنديش اختيار تاني.